شفنا ويمكن من خلال برنامج يحكى أنا ومن خلال مقابلاتنا لكتير من دور النشر في معرض الكتاب، لقينا فعلا في دور نشر متخصصة في بعض الأنواع أو في بعض الأشكال الأدبية الخاصة جدا. وطبعا كلام حضرتك مظبوط جدا، ويهمني كمان أعرف منك إيه هي الحاجات اللي لازم الكاتب ياخد باله منها في المرحلة الأولى، زي مثلا مرحلة الاتفاقات مع الدار، إيه العروض اللي المفروض تكون بتتعرض عليه، هل في شروط معينة المفروض يقبلها، في شروط تانية المفروض ما يقبلهاش؟ عظيم جدا. خليني اقولك حاجه مهمه قوي مش كل الناس تعرفها. العقد اللي بيكون ما بين دار النشر والكاتب او المؤلف مش عقد واحد عند كل دور النشر، تمام. وكمان دار النشر الواحده ممكن يكون ليها اكتر من صيغه عقد لاكتر من كاتب، اوكي. فما فيش حاجة نقدر نقول يا جماعة هو ده العقد الصح اللي التزموا بيه، كل العقود التانية غلط. يعني الناس بتكون فاكرة ده وده مش حقيقي. انت حسب انت العمل بتاعك ايه، وانت اسمك في السوق ايه، وعمرك قد ايه، وبتشتغل ايه، والعمل بتاعك عامل ازاي، ومين الدار، حسب حاجات كتير قوي بيتحدد العقد. بس النقطة اللي دايما بنوه عليها ان احنا نقراه. الجملة تبان تافهة جدا، بس الناس اللي لسه ناشرة خصوصا أول عمل الجلالة بتبقى واخداها قوي، عارفة اللي هو هيمضي على أي حاجة. ايوه. ففي بنود بعد كده بتعمل مشاكل، في حاجات بتكون احتكارية بتيجي الناس بعد كده تقول لا أنا ما أنا مش كنتش عايز البند ده، طب أنت مضيت عليه ليه ما بصيتش، ليه ما قريتش. فما ينفعش أبدا أحط إمضتي على حاجة أنا ما شفتهاش. ايوه العقد مفهوم. بينص على ايه؟ العقد بينص على كل حاجه، بينص على نسبه الارباح، بينص على المده اللي بتكون الدار فيها مسؤوله عن العمل ده، بينص على عدد النسخ اللي في الطبعه اللي بتختلف طبعا طبعا من دار للتانيه، برضو معلومه مش كل الناس عارفاها، بينص على مده التعاقد قد ايه، لان في عقود بتخلص مش بتكون مستمره مدى الحياه، بينص على اذا كان في عقود احتكاريه او لا، بينص على لو العمل ده اتحول لعمل تاني، مثلا ممكن اكون كاتبه روايه وحولتها لمسرحيه او ايوه عمل درامي، هل ايوه الدار ليها دخل في حاجه زي دي؟ بعض دور النشر بتتدخل، بل كمان بيكون ليها نسبه من الارباح. فالحاجات دي كلها بتكون موجوده في العقد، انت لازم تقراه. صح.